شكرا حياكم الله. لو ما احنا المحطات الكهرباء هذه كان عندنا مشكله بالكهرباء. بدوز احنا ما عايزين تقليب للشارع. انا دا اقول له استاذ ليث روح حاسب الوقع. لا انا قلت ما قلت احنا بس استاذ احنا اليوم بس ما تقول لي ليش تدافع عنه. انت تدافع عنه هسه قبل شويه انا احكي وضع المنظومه فنيه. يعني رئيس الوزراء هسه انت من تقول رئيس الوزراء قال عيدوا النظر بهذه العقود والتعرفه اذا اكو خلل. والله شنو دافعت شنو دافعت انت تدافع. انا قلت لك ب 2014 لو ما جايتنا صحه مشكلتنا مشكله هاي اللغه. بعد دافعت وين انت اللغه اللي اذا تتفضل انا جاي اقول لك روح حاسب الوقع العقد. استاذ احمد هاي اللغه اللي اذا تتفضل بيها ما راح توصلنا الى بر الامان. هاي بمفهومه. اسمح لي. لا انت بمفهومه. هذه الطريقه. انا داعش هاي الطريقه صريح اقول لك لا اقول لك من وقع العقد وحاسبهم انت روح حاسبهم. خليك بس اسمح لي. هي طريقه اقصائيه لو طريقة فضل فرض عضلات انت تفترض علي كلام. لا انت 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 اسلوبك وطريقة تهجمك بالدفاع المستميت كأنما احنا في حرب اخي العزيز. عن منو؟ عن الاخطاء اللي موجودة. عن انت ابو كهرباء. عن الاخطاء. لا انت ابو انت رجل فني. انا اقول لك اللي انت حال هذا العقد حاسب. انت لا مو على هذا العقد. احنا ما نحكي على هذا العقد. احنا نحكي بصورة عامة تردي اداء وزارة الكهرباء من 15 سنة سابقة. سبوبة اجت لكم شلون تحجون بها الكهرباء سبوبة يعني يعني تخصص يعني هسه يعني هاي الناس مرتزقين من هذا الموضوع. لا شنو سبوبة اعلامية حتى تحجون بها. انا مو رجل اعلامي بعد ما انا رجل اقتصادي. لا انا من جاي انت 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 حاوي كلهن فنية والتقنية والاعلامية وكلهن تعرفهن وهسه دا تتكلم كانما انت وكيل فني وكانما وكيل اداري وكانما انا انت استاذ حبيبي بمعزل عن الاعلام. نعم اقول لك هذا العقد انت تشوف به انت انت ما حسيت انه كلامك ذا يثير المشاهدين والمراقبين. هسه انا هسه انا اجاوب خليني انا اجاوب لحظه لحظه لحظه